استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في مجلس سموه العامر بالرفاع السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي لمجموعة آل صفر والسيد ناصر شحرور مدير عام مجلة بيز بحرين والذين أهدوا سموه نسخة من عدد أشهر أكتوبر عدد شهر أكتوبر للمجلة. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلة على هذا الإهداء، مشيدا سموه بفكرة وأهداف هذه المجلة الداعبة للاقتصاد البحريني وما تضمنته من محتوى إعلامي اقتصادي فريد يساهم في تثقيف وتوعية الشارع البحريني، وذلك يعزز من الوجه الحقيقي للاقتصاد الوطني محليا وعالميا، موجها سموه إلى ضرورة فتح مجالات أوسع لهذه المجلة للتغطية الشاملة لجميع أحداث وفعاليات المملكة لا سيما على الصعيد الرياضي، متمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للمجلة. واحتوت المجلة في عددها الحالي على مقابلة حصرية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سلطت الضوء على أهم الإضاءات في حياة سموه والمبادرات الشبابية والرياضية والإنسانية والاجتماعية التي أطلقها سموه، كما وتحدث سموه خلالها عن أهم وأبرز المحطات في حياته الشخصية والعملية ورعاية ودعم جلالة الملك المفدى لسموه، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بأخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والجهود التي بذلها سموهما في سبيل الارتقاء بقطاع الرياضة والشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي.